الأعزاء مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد بانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في أرضية هذا الميدان، عاصمة ميادين سباقات الهجن، ميدان الوثبة. من يحتضن هذه الشعارات الكبيرة والمميزة من شعارات أصحاب السمو والشيوخ؟ ينطلق شوطنا السابع والذي يحمل تحديات الجعدان، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول إلى شاهين، من يتصدر القائمة ويتحرك بشعار هجن الرياسة، يقدمه راشد بن محمد بسم المنصوري. نقلتنا التالية إلى المركز الثاني إلى الزور اللي على المركز الثاني من هجن الشحانية المضمر، هو محمد بن خالد بن عبد الله العطية. انتقل إلى المركز الثالث وأجد شاهين القادم من هجن العاصفة، يضمرها المضمر غياث الهلالية. نقلتنا إلى المركز الرابع إلى غزيلان من هجن الرياسة، والمضمر هو حارب بن مغير بن سالم العميمية، يتحرك بو سلطان مقدما لشعاره. نقلتنا إلى المركز الخامس وتحركات قادمة من مشوشة سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والمضمر هو الصادق فضل الأمين. بينما المركز السادس وصول من السيف، السيف 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 قادما في هذه اللحظات، يقدم شعار هجن الشحانية، والمضمر هو فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، يتقدم بن قريع ليقرع طبول المنافسة ليتقدم بهذا الأداء الجميل. نقلتنا التالية إلى المركز الثامن وثامن المراكز، وصل شاهين من هجن العاصفة، يضمره المضمر غياث الهلالية. تاسع المراكز، التحرك يبدأ من هناك القادم في هذه اللحظات، هنا عكاشة القادم في هذه اللحظات على المركز التاسع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والمضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيرية. انتقل الى المركز العاشر واجد برزان هجن الشحانية، المضمر جار الله بن محمد بن عقيل. الله 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 الله، المنافسة القوية والشعارات العملاقة التي هنا مشاركة قادمة بالقوة والأداء من خلال منافسة الأقطاب والأحباب الأشقاء، هنا يتنافسون من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل الناموس التي هنا يطمح لها الجميع بتحديات قوية. لكني بعود إلى شاهين، من هنا على المركز الأول يتصدر المشهد ليكون على صدارة هذا الشوط، يتقدم على مقدمة الأداء شاهين، ينقض إلى الصدارة ويصفق بجناحيه ليطير إلى صدارة الشوط. يقدم هذا الشاهين شعار كبير، هو شعار هجن الرياسة، والمضمر هو المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري، ينطلق على صدارة الشوط يتحرك بالأمال والطموحات الكبيرة. انتقل الى المركز الثاني لأجد الواصل الزور الذي يسير الى المركز الثاني ويتقدم بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، ياتي على المركز الثاني. بينما انتقل الى المركز الثالث لأجد هملول الواصل في هذه اللحظات من هجن الرياسة، والمضمر سالم بن سعيد بن عمان المهيري ياتي في هذه اللحظات. انتقل
للمركز الرابع، واجد القادم هو شاهين الواصل بشعار هجن العاصفة، والمضمر هو قيات الهلالية. بدأت المعركة وبدأ الطيران وبدأ هنا القادم في هذه اللحظات برزان من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يصل في هذه اللحظات، يصل في هذه المنافسة في دائرة القوة، في دائرة المنافسة يتحرك أيضا غزيلان من هجن الرياسة، حارب بن مغير بن سالم العميمي يقدمه لنا. بينما وصل هناك أمشجي أمشجي من هجن الرياسة، والمضمر هو علي بن يميل الوهيبي، ياهي منافسة ياهو شوط ياهي قوة، لكن الصدارة صدارة صدارة تبارك الله ما شاء الله. هذا هو شاهين وهذا هو أداء هجن الرياسة بتضمير المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. روح يا ابو النشمي روح، روح يا ابو النشمي روح. الأداء الكيلو المتر الأخير، كيلو الحسم، كيلو الطيران، كيلو الرهبة والرعب، لكن شاهين اللي ما يهاب انطلق إلى المركز الأول وتحرك بشعار هجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد السم. لكن الزور قادم بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، المركز الثالث وصل برزان من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل وصل أيضا على المركز الثالث هملول من هجن الرياسة، سالم بن سعيد بن عمان. لكن شاهين خلاص خلاص، الفوز الانتصار الإبداع الكبير من له عادة ما يخليها، هذا هو شاهين وهذا هو شعار هجن الرياسة. شكرا 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 من الأعماق للمضمر المستحيل بوذياب بوالنشمية، يطير بناموس هذا الشوط هنا مع الأداء راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا على المركز الأول، وثانيا من هجن الرياسة مع بن عمان، ثالثا مع بن زيتون من هجن الرياسة، والفوز مع شاهين. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لراشد بن محمد بالسم المنصوري. أبدعت 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 بهذا الأداء. المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة، ثالثا أول هناك المركز الثاني مبهر من هجن الرياسة، ثالثا هملول من هجن الرياسة، رابعا كان مع برزا من هجن الشحانية، خامسا كان مع الزور من هجن الشحانية. يا سلام، لكن شاهين هو البطل، هو المميز، هو المبدع بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لك يا ابو النشمي. هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري ابدع وتميز وتألق واتى بنوعية من نوعيات هجن الرياسة. تهانينا على هذا الابداع الكبير والاداء المثير. التوقيت الزمني 9 دقائق بدون ثواني وأربعة أجزاء من الثانية، هو التوقيت الزمني لشاهين من هجن الرياسة، والتهنية تكرارا ومرارا لراشد بن محمد بسم المنصوري. المركز الثاني مبهر من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والتوقيت الزمني 9 دقائق ثانيتين جزءا واحدا من الثانية، بينما أتى هملول على المركز الثالث من هجن الرياسة مع سالم بن سعيد بن عمان المهيري، 9 دقائق ثانيتين 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.